فنان محمد علي رزق، بنرحب بيك على بوابه الهيل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مبارك لك يا عريس كمان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كله زي الفل الحمد لله. حلو كويس. اه طبعا. النهارده بنبارك على فيلم الديزل، وعايزين نعرف النهارده، يمكن مش اول مشاركه ليك مع رمضان، عايزين نعرف مشاركتك النهارده مع رمضان، ايه الاختلاف اللي ما بينها وبين المشاركات اللي فاتت؟ الاختلاف فيها ان هي فيها جزء لايت، فيها جزء جد، اتمنى انه يعجب الناس، بس يعني هو ده الاختلاف. الاختلاف في التعامل مع رمضان في الديزل عن التعامل في المرات اللي فاتت؟ لا، محمد رمضان هو محمد رمضان من اول ما اتعاملت معاه لغايه الديزل، مفيش اي اختلاف خالص، بالعكس. شخصيه عماد سواء ياسمين صبري وصديق الديزل، اتمنى ان الدور يعجب الناس يا رب. سمعنا انك بتحضر لمسلسل كارمن الفتره اللي جايه، صح كده؟ دورك فيها يبقى ايه؟ مسلسل بحر مع ماجد المصري، اخراج احمد صالح ان شاء الله. طلع دور كده هيما، انا مش مطلوب يعني انا ممنوع ان انا اتكلم عن اي حاجه في المسلسل، اتمنى ان المسلسل يعجب كرب. الشهر الجاي ان شاء الله، الشهر الجاي. ريموم أردا ابويا استلمني من 2012، فانا بعشق الراجل ده، والراجل ده ليه فضل عليا كبير قوي بعد ربنا، هو محمد محمود عبد العزيز.